السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة، وياكم الدكتور عمر القيسي. واليوم راح اشرح لكم محاضرة في الباثومورفولوجي عن كيفية تسمية الأورام. طبعا الباثومورفولوجي شوية مادة تعتبر نوعا ما صعبة لبعض الطلاب او يعانون من عندها من ناحية فهم بعض المواضيع، يعني تكون شوية صعبة الفهم. فحاولت انه اسوي فيديو بسيط حتى نعرف شلون نسمي الأورام، لان شفت هواي طلاب دا يعانون من هذه المشكلة. فهذا فيديو اساسي، ما راح اشرح المواضيع بالتفصيل، لكن راح اشرح بعض المعلومات اللي ممكن تفيدك كطالب في كيفية معرفة شوية انه شلون تعرف تسمي الأورام ولو بشكل بسيط، حتى تكون كبداية لك تفهم الموضوع. فلازم نفهم انه حتى نسمي اي ورم من الأورام لازم نفهم هو الورم شنو. اي ورم من الأورام هو عبارة عن انقسام للخلايا بشكل اكثر من العادة، والجسم يكون غير مسيطر عليه، واغلبها مشاكل تصير في الدي ان اي تسمح لهذا الشيء. ممكن هذا الورم تكون حميدة او خبيثة، شنو الفرق بيناتهم هذا يراد لفيديو كامل. لكن بشكل بسيط نعرف ان الأورام الحميدة هي فقط زيادة في الحجم، اما الملجننت او الخبيثة فهي هاي أورام ممكن تؤدي لانتقالها لمناطق ثانية، واضافة الى ذلك ممكن انه تحطم الانسجة بشكل اسرع وتتغلغل في الأنسجة، أما هذا راح يأخذ شكل محدد، فهذا سوى مشكلة راح يسبب الضغط على الأنسجة، أما هذا ممكن يدمر الأنسجة بشكل أكثر، وطبعا وحتى وإن استأصلته ممكن يرجع، وبالتالي فهذا يكون ورم خبيث. أما هذه إنه كيف تفرقهم وهواي أمور ثانية لازم أشرح في فيديوهات خاصة بهم، لكن بشكل عام لازم نفهمه حتى نعرف شلون نسمي أي ورم من الأورام. لازم نعرف شنو الأنسجة اللي تكون هذا الورم، ومن النسيج راح تصير التسمية على اعتبار انه هو النسيج اللي يسوي هذا الشيء. فاول الانسجه هي الابيثيليوم. شنو معنى ابيثيليوم؟ ابيثيليوم نقصد بها الطبقه الظاهريه، هي عباره عن طبقه واحده من الخلايا ممكن تغلف الانسجه او تغلف بعض الاعضاء بالجسم، تغلف لك مثلا القصبات الهوائيه، تغلف لك الايسوفيغاس، فهذه الابيثيليوم. فهذه طبقه الابيثيليوم ممكن تتحول الى طبقه سرطانيه. طبعا نفس هذه طبقه الابيثيليوم اللي تغطي لك ايضا الغدد وتكون لك الغدد، وبالتالي هذا يعتبر من أوسع الخلايا اللي ممكن أو أوسع الأنسجة اللي ممكن تسبب لك أورام سواء سرطانية أو حميدة. طب لو كان الورم جاي من الإبيثيليوم شلون راح تصير تسميته؟ لو كان الورم جاي من الإبيثيليوم راح نصير عندنا تسميتين، واحدة اسمها أدينوما، وعندنا أيضا بابيلوما. عندنا ايضا بابيلوما، ادينوما وبابيلوما. اذا تلاحظون انه اكو مصطلح ده يتكرر اللي هو اوما، هاي الاضافه الاوما هي معناها تيومر، واغلب لما تشوف الاوما موجوده معناها التيومر هذا بناين او حميد، واضح. فهذه ايضا اضافه تفهمك انه هذا الورم على اكثر الاوقات انه هو معناها حميد طبعا الاوما. زين الدينو شنو معنى هذا الأدينو اللي بالبداية؟ هذا الأدينو أو كلمة أدينو باللاتيني تعني غدة. فطبعاً لما تسمع أدينوما معناها ورم ناشئ من الغدد، طبعاً عبارة عن نسيج إبيثيليوم موجود بالغدد تحول إلى ورم، واضح؟ فهذا نعرف من عنده. بابيلوما نفس الحالة، أورام يسموها أورام إحليلية، أورام إحليلية، فهذا ايضا يسببها. طبعا اكثر شيء اللي يسببها مشهور شغله اسمها هيومن بابيلوما فايروس اللي يسبب لك هذه الاورام الحليليه، واغلبها اورام حميده، لكن لو تحولت لاورام خبيثه راح نعرف بعد شويه كيف راح تصير التسميه. طبعا واحد راح يقول لي اني سامع بشغله انه تصير بالجلد بالابيثيليوم اسمها سكويما سيل كارسينوما، هسه فهمك شنو هذا، وايضا من الابيثيليوم. شوفوا لو كان بناين الورم جاي من الابيثيليوم راح نضيف له اوما، اذا كان من الغده فادينوما، واذا كان بابيلوما فهو نفس الشيء. لكن لو كان ملجننت يعني هذه الغده ممكن تحولت الى نفرض الى سرطان، ايش راح يصير التسميه؟ شوفوا الادينو نفسها لانه منشأ من الغده، فاي شيء من الغده ادينو، فطبعا نعرف هذا الشيء ادينو. شوفوا الاوما راح اشيلها لان كانت ترمز الى ورم حميد، الان ايش راح اخلي بمكان الاوما؟ راح اخلي كلمه كار سينوما، أدينو كارسينوما. شوفوا كلمة كارسينوما من اسمها كانسر، وراح يقول لي دكتور اكو اوما هنا، أنا اقول لك هي العبرة انه الكلمة نفسها تاخذها بالكامل، هنا أنا اوما فقط واحدها، اما هنا أنا كارسينوما، فبالتالي الاضافة واضحة، يعني هي اوما باللاتيني معناها اصلا تيومر، فلو كانت جاية واحدة فمعناها ورم حميد، اما لما اقول لك كارسينوما فبالتالي واضح انه هنا عندنا كانسر. فادينو كارسينوما هو ورم بالغدد،
شوفوا من الغدد منشأه، من طبقة الإبيثيليوم من الغدد، من كلمة أدينو، لكنه هذا سرطاني فأدينو كارسينوم. أما هنا فكانت عبارة عن فقط غدد زادت في الحجم، ومثال بسيط عليها لما يصير بالبيتيوتري جلاند فيصير عندنا بيتيوتري أدينوما، هذا شيء مشتهر كلش إنه موجود فيه الغدة النخامية، وبالتالي مجرد ورم راح يزيد في الخلايا وممكن تفرز لك هرمونات بشكل أكثر، لا أكثر ولا أقل. أما لما أقول لك أدينو كارسينوم هذا ورم سرطاني، بالتالي هذا يكون ورم خبيث وسرطاني. طيب إذا كانت البابيلوم هذه تحولت إلى سرطان، إيش راح يصير اسمها؟ راح تصير بابيلاري كارسينوما، راح تتحول إلى بابيلاري كارسينوما، أي يعني سرطان متولد من أورام إحليلية. شوفوا بس هذا لازم نتذكر إنه هذول منشأهم من طبقة الإبيثيليوم، طبقة ظاهرية اللي هي عبارة عن مجموعة خلايا تغطي الأنسجة، وبالتالي ممكن تحول هذا الشيء. طبعا لو صار في الجلد راح يصير عندك شغلة اسمها سكويموس سيل كارسينوما، سينوما سكويموس سيل كارسينوما، لأن الجلد يتكون من خلايا حرشوفية اللي هي من طبقة الإبيثيليوم. لو صار بالإيسوفيغاس ممكن يصير عندك أيضا سكويموس سيل كارسينوما بالإيسوفيغاس، لأن أيضا مغطى بطبقات حرشوفية. ممكن يصير عندك أدينو كارسينوما بالإيسوفيغاس لما يتحول النسيج إلى نسيج غدي في الطبقة الأخيرة من الإيسوفيغاس ويتحول. طبعا هذا شرح طويل أيضا، لكن نفهم إنه هذا جاي من طبقة الإبيثيليوم اللي هي عبارة عن مثل الطبقة اللي يسموها طبقة طيلائية، طيلائية يعني هي شنو تطلبيها الخلايا انه تصبغ الانسجه، طبعا هي مو تصبغ الانسجه، الفكره انه تغطيها. طيب اذا صار من الميزوكيم او الميزوكيميال سيل اللي هي شنو؟ هي عباره عن الخلايا الحشويه الموجوده بشغله اسمها الكونكتيف تيشيو. شنو معنى كونكتيف تيشيو؟ الانسجه الضامه. طبعا هنا نقصد انسجه اللي شنو تحاول تدعم الخلايا وتحاول تخليها قويه تضمها، مثل شنو؟ مثل الاربطه، التندونز، مثل العظام، مثل العضلات، هذه كلها انسجه ضامه تكون بها طبقه كولاجين عاليه. فطبعا هذه الانسجه تتكون من الفايبروبلاست، مثلا الليبوسايت وفايبروبلاست وغيرها، حتى تكون لك فايبرين ودهون لايبوسايت. فلو صار عندنا ورم بهذا المكان من الميزنكيميا او من الطبقه الطبقه الضامه هنا اللي هي عباره عن خلايا مثل فايبروبلاست وليبوسايت والاوستيوسايت، يعني الخلايا الضامه، الفايبرين اللي تكون لك والليبوسايت اللي تكون لك الدهون، وايضا الاوستيوسايت اللي تكون لك العظام، فهنا راح فقط نضيف لها اوما. شوف هنا هذه مو جايه من الطبقه الطلائيه، هذه جايه من الميزوكيميال سيل، الخلايا الحشويه اللي تكون لك الكونكتيف تيشو، الانسجه الضامه القويه. فراح نشوف مثل شنو عندك، عندك مثلا من الاوستيوسايت، فراح يصير عندك اوستيوما واضح. فهنا اوستيوما معناها ورم حميد جاي من ايش؟ من الطبقه الضامه بالعظام، من الخلايا اللي تكون لك العظام الاوستيوسايت. عندك مثلا فايبروما اللي جاي من الفايبروبلاست، يعني هي تكون لك الفايبرين بتقوي لك الانسجه. مثلا جاي من الليبوسايت راح تكون لك لايبوما، هذه اللايبوما يعني خلايا الدهنيه الليبوسايت، راح تسوي لك لايبوما، فهذه راح تكون تسميتها. طبعا هذه اورام حميده. طيب كيف نسويها ملجننت؟ شوفوا هنا الفرق، لو كان نسيج ظاهري نسويه ملجننت عن طريق إضافة سار كارسينوما. طيب لو كان نسيج ضام وصار بي ملجننت شو راح نضيف؟ راح نضيف كلمة هذه مهمة ولازم تحفظوها، سار كوما، سار كوما، ساركوما. طيب شلون نحولها؟ مثلا اوستيو ساركوما، لايبو ساركوما، فايبرو ساركوما. لما يقول لك هذول كلهم، هذول كلهم ونضفنا لهم ساركوما، مو هنا اوما فقط، ساركوما، هذا معناها عندك ورم سرطاني في الأنسجة الضامة، فهذا سرطاني، ورم سرطاني في الأنسجة الضامة، واضح؟ فنعرف من هذا الشيء.
طبعا الميلانوسايت، الميلانوسايت شنو؟ هذه الخلايا اللي تنطيك اللون للجلد، تتكون طبقة الميلانين اللي تنطي التصبغ، فطبعا كل ما تزيد تتحول لون الجلد الى الاسود. طبعا هذه الخلايا مهمة وذكرتها بشكل واحد، لان هذه خلايا لها وظيفة معينة فقط بالجلد انه تحول لك، طبعا مو فقط بالجلد، موجودة في العين ومناطق ثانية، تنطيك الالوان او التصبغات من طبقة الميلانين اللي تنطيك اللون القاتم. طيب لو تحولت الى ورم حميد شو نسميه؟ نسميها الشامة او الخال، اللي معروفة اللي بالانجليزي هي نيفوس. واضح؟ الخال او الشام هذا ورم حميد يكون. طيب لو تحولت الى سرطان، وهذا سرطان مهم جدا، شو نسميه؟ ميلانوما. شوفوا هنا، شوفوا الميلانوما باعوا فقط اوما، ها كل شيء، لا هو كارسينوما ولا هو ساركوما، لكن هنا الاوما جت كورم سرطاني. اعرف هي طبعا شويه انه تدوخ كيف التسميات، لكن هذه الامور لازم تعرفها. فهنا لو كانت بالميلانين وصارت ميلانوما فماكو غير انه تكون سرطانيه، اما راح نسميها نيفوس او الخال او الشامه لو كانت هي بناين. طيب الليمفوسايت، الليمفوسايت هي احدى الخلايا الدفاعيه. طبعا الليمفوسايت هي من جزء من الليكوسايت، فهذه لها تسميه واحد لو كانت، لكن فقط في الليمفوسايت وصارت في الليمف تيشيو اللي هي نقصد بيها العقد الليمفيه الليمف نودز، فهنا راح يصير عندنا، طبعا هنا ماكو حميد، هنا راح يصير عندنا ليمفوما اللي هي اورام سرطانيه تنقسم الى هاجكن ونون هاجكن. حسب كانت هاجكن او نون هاجكن تكون قوتها، ممكن خلينا نقول مالجنانت ضعيف ومالجنانت قوي، فهذه الامور تختلف، ما راح ادخل بيها. واللي يحب عندي فيديو على اللوكيميا وهذه الامور يقدر يشوفه. طيب اللوكيميا ايضا لو صار فيها ورم، هنا بهذه الحاله اللوكيميا طبعا هنا حتى لا نتخربط، هذا الميلانوسايت، هنا اللوكيميا، اسف ممكن شويه السهم هذا اجى خطا، فهذا اللوكيميا الليكوسايت. الليكوسايت اللي نقصد بها الخلايا اللي هي الدفاعيه بالجسم اللي تجي بالبون مارو، هنا البون مارو. طبعا هنا ما اقصد البون مارو، هنا شو تقصد؟ الليمف نود او العقد الليمفيه. هنا في نخاع العظم، لو صار في نخاع العظم عندنا ايضا ورم، هنا ما اقصد بيه ورم، وانا كنت اقصد بيه سرطان. طبعا هنا ماكو حميد ايضا، هو اللوكيميا. اللوكيميا راح نقصد بيه اللوكيميا، اللوكيميا اللي هي بيضاف الدم او سرطان الدم. طبعا هذا بشكل عام. الآن عندي سؤال أريدكم أنتم تجاوبون عليه وشوية تفكرون. كنا نعرف الأدرينال جلاند، الأدرينال جلاند، الأدرينال جلاند تحتوي على كورتكس وميديولا، يولا كورتكس وميديولا. هذه الميديولا تفرز لك أدرينالين، تفرز لك الأدرينالين. هذا هاي الميديولا لو صار بيها ورم ايش راح يصير اسمه؟ شنو اسم هذا الورم؟ ما هو اسم هذا الورم؟ وهل هذا الورم حميد ام خبيث؟ ما هو اسم هذا الورم لو صار في الميديولا، في طبقه الميديولا؟ ما هو اسم الورم؟ وهل هو حميد او خبيث؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي، بعد اكتبها على السريع، بهذا ال اسم؟ ليش سميناه هذا الاسم؟ الورم الجاي من الميديولا اللي تفرز لك ادرينالين، فراح يصير زياده بالادرينالين. وما هو اعراض هذا المرض؟ هذا لانه ليش سالتكم عليه؟ لان عندكم شويه تفكرون، لان هذا الورم شفته وايد تكرر بالاسئله ومهم جدا، فايدكم شويه تعرفون ليش اسمه هذا الاسم، لانه اكو فكره بالاسم، فايدكم شويه تفكرون، وبعدين ان شاء الله انا راح اجاوب على هذا السؤال. شكرا لاستماعكم، والقاكم في فيديو اخر، وان شاء الله تكونون استفاديتوا. سلام عليكم.